نحن الآن في مبنى مباني جمعية الزهراء، منطقة جمعية الزهراء، والنظام تقصف المنطقة وتحرق الآن الأشجار وأيضا الأراضي اليابسة بشكل كثيف. نلاحظ هذه القصف العنيف على هذه المنطقة بشكل عنيف جدا من قبل قوات النظام في محاولتها التقدم على محيط منطقة الليرامون وأيضا محيط منطقة الكاستيلو. هناك منزل الآن يحرق بشكل كامل في هذه في هذا الحي، حي جمعية الزهراء، من قبل قوات النظام التي تحاول استهدافه بكافة أنواع الأسلحة، الفيل وغيرها من الأسلحة النوعية.
نحن الآن في داخل أحد الأنفاق التي ستفجره الثوار في مباني قوات النظام. الآن هذه النفق تحت عمق 300 متر تقريبا تحت مناطق قوات النظام، وسيتم تفجيره من قبل الثوار للتقدم في حي جمعية الزهراء وبالقرب من المخابرات الجوية.